فيها انه روما يمشي، لان الحمد لله من وجهه نظري شكل ثنائي مع بنزيما، وايضا هناك رؤيه بالنسبه للجهاز الفني انه حمد الله هو الاكثر فائده للفريق، وشاهدنا اثر حمد الله مع على غيابه عن الاتحاد في امام الهلال في بطوله الانديه العربيه، عندما غاب اهتز الفريق. ابو عبد الله ما راح يطلع من الاتحاد، توك جايب اللاعب نواف. حتى لو طلع جوتا، انت عندك صلاح، بنزيما، ورومارينيو، وحمد الله، اربع مهاجمين. رومارينيو ولا حمد الله لازم واحد منهم يمشي، يعني بنزيما وصلاح باقين، بس عندك ما مستحيل يبقوا الاربعه كلهم في الفريق. ترى هذه جاوب الدكتور. ابيك تجاوب. انا لانه انا اتكلم من وجهه نظر فنيه. وجهة النظر الفنية إنه جوتا هذا ما هو طالع، ما عليه، بس أنا أقولها أخي. أنت طيب، طيب وجهة نظرة. أنا أعطني لا وجهة نظره بالشيء اللي ممكن يا أبو حسام، صحيح، لكن إن هذا أنت عارف إنه مو ممكن. نعم، أنت قاعد الحين تبعد عن الإحراج، لقيت لك ضعيف جوتك والله صحيح الموضوع. ما في ردة فعل، بس إيش يسوي؟ يجلس احتياط طول السنة؟ عطني يجلس احتياط طول السنة. محل من أبو سارة لو تسمح لي، تعرف شو المشكلة اللي حادثة في الاتحاد؟ ما في تناغم بين الإدارة والمدرب في أولا في النجوم اللي يبحثون عنهم ويناسبون الفريق، في المراكز اللي يجب أن يختارون لها اللاعبين، كان في تضاد بينهم، يعني طيب في وجهات نظر للإدارة وفي وجهات نظر للمدرب. هذا أبو حسام، بس المدرب غلب في النهاية. بس بقول لك حاجة، هذا أبو حسام اللي يخلينا دائما إحنا حتى في الكلام مترددين. الاتحاد انتهى بنهاية الموسم بطل الدوري، الاتحاد عنده مشاركة عالمية، صندوق استحوذ على النادي، كان مفروض تكون في خارطة زي الهلال. الهلال ترى غير فريقين. الهلال يا أخي تعطونا فرصة يا أخي، نحاش وأنا ما بيه. علمني يا أخوي، من تبي من تبي اللي قالوا أبو نواف جوتا بيقعد، اللي قالوا غير جوتا، غير أدور غيره، من في غيره؟ من أنت في وجهة نظرك يمشي من الاتحاد؟ هذا احتياطي، كيف ما يروح؟ يعني هل احنا نبغى يعني نشكل دكه الاحتياط؟ دكه الاحتياط خلاص يجلس. طيب انتم تلعبوا باربعه مهاجمين، اذا الاربعه ذولا اللي تكلمنا عليهم قال لك ابو حسام عليهم، واحد منهم او اثنين بيجلس احتياط. ايه، ما احد احتياط معناته ما واحد من الاثنين هو يبي يجاوبك. واحد من الاثنين روما وحمد الله، ولا اعطونا صراحه. انت في وجهه نظرك، ولا حط قرعه بينهم؟ انا ابغاهم كلهم. حط قرعه بينهم. اي والله، ما انت ماخذ طيب بس تقول عوض منطقيا، انت في وجهه نظرك مين اللي مفروض يستغني عنه الاتحاد في المرحله هذه؟ انا بتكلم فنيا، انا اللي شايفه فنيا انه هو بيرجع رومارينو للخلف المدرب، ممكن رومارينو هو اللي يستغني عنه. يعني بشوف شايف يعني المدرب بيلعب حمد الله وبيلعب بنزيما طبعا، واسلوب المدرب يعني انا والله ما ادري، في لي راي يعني في تناغم زي ما قال ابو حسام بين صندوق الاستثمارات والاختيار وبين الاسماء الموجوده في الفريق. يعني الان الاتحاد صار في اربعه مهاجمين، صح؟ يعني هل اختيار صلاح ممكن نقول كاس العالم؟ اوكي، بالنسبه لكاس العالم وتمثيل الاتحاد في كاس العالم للانديه، ولكن اختيار صلاح وفي ثلاثه مهاجمين اصلا مناسب؟ سؤال مهم بصراحة. أنا ما أقول والله حتى أحد يقول الاتحاد وأهلي، يعني صلاح مثلا لو راح فريق ثاني لو راح فريق ثاني أنا في وجهة نظري ممكن، يعني ممكن مو أفضل ولكن أنسب، أنه الاتحاد عنده مجموعة. بس يا عوات، الأنسب مين من الأربع فرق؟ عندك الاتحاد، بقي ثلاثة، من الأهلي الأنسب لأنه ما عنده فئتين. طيب الحين تتكلم فنيا، معليش بس لحظة، تتكلم فنيا أنت، كيف حتجيب صلاح وعندك محرز في نفس الخانة؟ أنت تتكلم فنيا قبل شوي، قصدي يروح محرز للاتحاد، اثنين اللاعبين ما تقدر تلعبهم فريق واحد، قل أنهم في خانة واحدة تقريبا. مين؟ الاتحاد ومحرز. الاتحاد في ثلاثة في أربعة، ما في ولا واحد طرف يمين إذا جاء معاهم صلاح. لا لا، يعني ما في ولا واحد طرف يمين. أبو نواف، الفكرة اللي دائرة إنه جوتا وروما حيروح إعارة. السؤال، طيب خلونا نفكر يعني برضو بصوت عالي، لو كان في نية لتجنيس اللاعب رومارينيو، يا ريت والله. لا مو بعشانك. لا مو عشاني أنا، عشان هو اللاعب. القصد هي أنا ما أستفيد شيء. استفيد هو. ترى إحراجك مو أكبر شيء يعني. بس أنا أقصد لو صار فيه تجنيس للاعب يجلس، لكن الفكرة فين؟ إذا لعب حمد الله
وبنزيمة اثنين روس حربة، ولعب صلاح طرف يمين لنفترض، وهو يلعب طرف يمين، ولعب كورنادو طرف يسار. أيوة. اكتملت التشكيلة بدون جوتا ودون رومارينيو ورومارينو. ماشي. وبعدين يجينا دفاع أهم شيء. طيب السؤال يا أبو نواف، أنا الآن الأندية اللي يملكها الصندوق النصر والهلال والأهلي، الثلاث هذه تحس فيه الآن يعني قاعدين يمشون حسب خطوات مدروسة، وفي تفاهم أو تناغم مثل ما قلت بين المدرب والإدارة في الأندية هذه، تحس إن في رؤية، في رؤية واضحة ماشيين عليها، بينما المفروض الفريق اللي يكون أجهز ولا يحتمل 10% الخطأ عنده حكم المشاركة في بطولة أندية كأس العالم، وحنا نعرف توجه الدولة أنها أن الفريق يظهر بأحسن حالاته وينافس ويأخذ البطولة. إيش اللي حاصل في نادي الاتحاد؟ يعني في 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 أمور قاعدة تحدث يعني غير مقبولة. أولاً الانتظار على حجازي هذه الفترة شيء غير مقبول، يعني لاعب يلا يجهزك بعد 3-4 شهور. الأمر الآخر، أنت جبت لاعب مثل جوتا ما أنت بحاجته أصلاً، يعني كمركز كفريق ما اللاعب ما هو ذاك المستوى الليفل اللي قاعد تتعاقد مع الأندية. لحظة، اللي قاعد يحدث في الاتحاد أنا وجهة نظري بسبب رؤية خاطئة من الإدارة والمدرب. الأمر هذا يعني لابد أن يكون هناك رجل أو اختيار أو رئيس تنفيذي لنادي الاتحاد يملك القدرة على تجهيز فريق بالتنسيق مع الجهاز الفني يخدم الفريق. أما يترك هذا الأمر، وضح أن الإدارة ما نجحت في هذا الأمر. حتى المدرب أحيانا لو يطلب لك لاعب انت ترى انه يعني مش مناسب ما وافق له في النهايه، ما وافق. يعني مو معقول اللي قاعد يحدث من المدرب نورو، احنا شفنا له قرارات كثيره صراحه ضد مصلحه الاتحاد في النهايه. انا ما لا يمكن اني ارضخ المدرب في كل شيء، لو وصل غير المدرب. حسام، شوف، الاتحاد الى مباراه الهلال في الطائف هذاك جزء، وبعد مباراه الهلال في الطائف هذا جزء ثاني في الاختيارات وفي اللاعبين، وبدت الاصوات الاتحاديه تنزعج من انه تشوف انه ترى النصر كان الى وقت قريب شبيه للاتحاد، بس عاد بنى بنايته من خلال جهاز فني جديد وسهل على الاهلي، لانه الاهلي بنى من الصفر، سهل انك تختار. المشكله في الاتحاد، هل تستمر فكره المدرب؟ كان يبغى يفكر انه يستمر على الموسم الماضي، وجايب جوتا وجايب كذا بدل اللاعب اللي راح كوستا. هذه المشكله. الان الاتحاد تشعر بانه فريقين في الداخل يبني من بعض. عارف مين كان المفروض يساعدك يا ابو ساره في الموضوع هذا؟ زي ما حصل في نادي النصر، اللي يساعدك بنزيمة. ليش ما تستفيد من وجود نجم كبير مثل وللتجربه كبيره في الاستفاده منه، زي ما كريستيانو ورونالدو الان له دور في عمليه بناء نادي النصر. ماشي بريان، في مؤشر ما هو جيد يعني بصراحه بما يخص نونو سانتو. نونو سانتو اختار في الموسم الماضي اللاعب كوستا ما نجح، والآن اخترت جوتا، وفي نفس الوقت أنت بنفسك يعني حتى ما أنت معتمد عليه في كل المباريات اللي راحت. ما نبغى نستعجل، قد يكون عامل الجو ما هو قادر يتأقلم مع اللاعب في هذه المرحلة، لكن برضو مؤشر غير جيد يعني المدرب في اختياراته. هو المشكلة باتحاد مختلفة ترى عن الثلاث أندية. صحيح، لأن يبدو لي أنا أن المدرب نانو سانتو ما أعطي خبر، يمكن من الإدارة، يمكن الإدارة ممكن يعني ما حبت تظهر هذا الخبر أن النادي، وإحنا نعرف يعني من نهاية الموسم الماضي أن صندوق استثمارات بيستحوذ على الأربع أندية، ويمكن هذا الكلام كان إيحاءات للأندية بالأمور هذه وإداراتها يعني. وأنا أتذكر العام الماضي حتى إحنا في الديوانية قالوا إن الموسم الجاي يمكن رؤساء الأندية ما يجلسون الأربعة، إن في تخصيص. فلذلك أنا أخلي المدرب يختار لاعب للموسم يعني الجاي، وهو
وما يعرف قدرات وامكانيات النادي، يعني ما يدري انه بيستحوذ عليه اي ميزانيه النادي بيملك صندوق وش طموحات الصندوق. بس لما يقول هو اختار جوتا بعد المناصب هو بعد ما وحتى الاداره مثل ما قال اي ما له علاقه لا ما له دخل لا وحتى الاداره انا اقول انا اداره ما تعرف حتى الاداره لا تعرف الاداره لا تعرف الاداره لا تعرف لا عين لا الحين جايب بنزيما انت اول لاعب ترى على فكره جاء بعد الانضمام للصندوق بعد الانضمام للصندوق وجبتها جوتا فما في شيء اسمه ماني بعارف ما صحيح, صحيح الكلام هذا طيب شوف بكمل بس فكرتي بالنسبه للاختيارات اتكلم من اللي من يحل مكانه محمد صلاح انا اعتقد الامر واضح ابو نواف يعني ريمارينيو هو المكان الانسب لمحمد صلاح هذا المكان اللي يستطيع محمد صلاح يلعب فيه واللي يشاهده بليفربول يلعب بهذا المكان بس ريمارينيو عنده المقدره انه يلعب في كذا خانه اي لكن عنده 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 المرونه انه يقدر يلعب خلف المهاجم يلعب لا المرونه اقصد في المراكز إذا كان مدرب الفريق عنده استعداد اتكلم نونو سانتو يلعب داخل ارضيه الملعب سبعه لاعبين ويخلي لاعب باحتياط ريان تبي بدون عاطفه بدون عاطفه انا اتوقع حمد الله اذا تبغى بدون عاطفه ابو ركان يعني انت يعني نوعا ما تحس انه في ربكه شوي مره قروهي بيمشي مره رومارينيو يمشي مره حمد الله يمشي مره بنزيما متزاعل على موضوع اي يعني لا اقصد انه يعني ما تحس انه الجو العام في البيت الاتحادي فيه هدوء رغم انه مفروض هو اكثر نادي يكون في هذه المرحله جاهزيه بحكم استعداده لمشاركته في كاس العالم وخصوصا استقرار الاتحاد على فكره مدربه معه الموسم الماضي إدارة راضين عنها الجمهور من الموسم الماضي يعني ما في أي شيء يخلي الاتحاد نقول إنه يعني يعاني من أمر أنا بالنسبة لي الأندية كلها مو بس أندية الصندوق تجيب ثمانية أجانب لازم الثمانية أجانب كلهم يلعبون صح. وإلا ما راح أستفيد يعني حرام إنك تدفع مبالغ على لاعب وتخليه في بنك الاحتياط مهما كان الاتحاد الآن إذا جاء صلاح مستحيل يلعب صلاح وبنزيما وحمد الله ورومارينيو إلا إذا ترجع رومارينيو عشرة مثلاً وكرادو وغوتا يعني الفريق عنده زحمة أنا رأيي اللي يهمني أنه الاتحاد يقال له من هو اللاعب اللي أنت ناوي تحطه احتياط وناخذه ونوديه نادي ثاني يعني حتى لو كان بنزيما حتى لو كان الكلام اللي أنا قلت أنه في تضارب في الاختيار وعلى فكرة مهم جدا أن اللاعبين بالذات اللاعبين اللي برزوا يعني كرادو ورومارينيو وحمد الله هذول الثلاثة كلهم أثبتوا وجودهم في الموسم الماضي كلهم كانوا ورقات رابحة إذا في واحد منهم يبقى احتياط أنا رأيي أنه يفترض أنه يطلع ويروح لأحد الأندية الأخرى مو بلازم أندية تصدق حتى الأندية الثانية طيب. أبو نواف في جزئية بس بسيطة أنا الآن الأربع أندية ما يملكها صندوق استثمارات طيب إدارة الأندية المشكلة إن هي من تخرج اللاعب ممكن توديه مكان ثاني إحنا نسمع إن جوتا بيتم إعارته إلى نادي خارجي مثلاً للاتفاق طيب إيه مثلاً ليش ما يعار الأندية أتكلم داخل الاتفاق طلبه ماشي تفضل أبو أنا بس في جزئية أبو راكان الأخيرة اللي كنت بقول فيها مشكلة الاتحاد عن الأهلي عن الهلال عن النصر في الأجانب اللي موجودين في الموسم الماضي الأجانب اللي موجودين في الموسم الماضي ترى محققين نجاح كبير قروهي روما حمد الله كرنادو كنا رغم انه اصابات يعني هو يعني اقل واحد حجازي برضه يعتبر ايوه المشكله اللي عند الاتحاد اللي ظهرت هي اصابه حجازي وما بين المد والجزر يعني نستنى او 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 نختار لاعب اخر وما الى ذلك وبالتالي ترى مشكله الاتحاد عشان كذا نقول ما في رؤيه لا في لا في في رؤيه بس ظروف شوف رؤيه المدرب ظروف الاتحاد خلوا كمل يا شباب ظروف الاتحاد باللاعبين الناجحين اللي عنده في الموسم الماضي خلينا نتكلم واقعيين يعني محمد صلاح الان متى ظهر بالنسبه في اجنده الاتحاد كان ظهر من في السابق وعرض وتم اللي هو يعني خلينا نقول لك اغلاق الملف تو ظاهر بالنسبه لمحمد صلاح فهو ايضا كالاتحاد ما يقدر ايضا يستغنى عن لاعبين هو ايضا يرى فيهم جوده ما لم يرى انه في لاعبين ممكن انه يعطون اكثر منهم في الموسم القادم بس انت لازم تاخذ قرار في النهايه لازم تاخذ قرار انا وش اقول لك اياها القرار الاتحاد يختلف عن ثلاث الانديه السابقه انه كان تحت كماشة حقيقة نجاح بعض لاعبي في الموسم الماضي وأتفق تماما مع يا فواز إذا سمحت لي فيها أنه
روما يمشي، لأن الحمد لله من وجهة نظري شكل ثنائي مع بنزيمة، وأيضا هناك رؤية بالنسبة للجهاز الفني أنه حمد الله هو الأكثر فائدة للفريق، وشاهدنا أثر حمد الله مع على غيابه عن الاتحاد في أمام الهلال في بطولة الأندية العربية، عندما غاب اهتز الفريق. أبو عبد الله، إحنا عشان نعرف نونو سانتو حيلعب 3-5-2، هو محتاج 2 رأس حربة، الخمسة في الوسط حيصيروا الأطراف في اليمين واليسار، حيصير عنده مجموعة لاعبين يقدر يوزعهم في الأمام بطريقة ثانية. هو محتاج سنتر، هذه لعبته أصلا. بداية الدوري كانوا الناس يقولوا يلعب بخمسة دفاع، هو لا، يلعب 3-5-2، هذه حتسهل عليه يعني. حتى مجموعة معناته صلاح هنا ما يلعب طرف، معناته يلعب براسين حربة. إيه ممكن إن هو هذا أسلوبه من يوم جاء. لا بس تفضل صلاح يلعب أربعة ثلاثة 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 أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة ممكن. هو ما يلعب بالطريقة هذه. لا ممكن، لكن اللي أنا أربعة أربعة اثنين ممكن ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين التقليدية. هو بدأ بالثلاثة أربعة ثلاثة في الاتحاد. إيه بعد كذا غيرها ثلاثة، صار يلعب بأربعة مدافعين. ماشي طيب. برضو في صفقة مهمة جدا ترى على الصعيد الفني تعتبر.